صح شريبتكم من الناس الكل. كل ليل وله عشاقه وليلك كل الناس تعشقه أيها المهرجان. هذه ليلة استثنائية في صفاقس في مهرجان صفاقس الدولي بعد سنتين من الإغلاق. يعود هذا المسرح العزيز على قلوبنا، يعود بمجهودات أطراف عديدة سأذكرها جميعا. باسمكم جميعا أعلنوا انطلاقة الدورة 35 لمهرجان صفاقس الدولي. شكرا. أمير الطرف العربي والأكثر وهاب وكارم محمود، هو اختار الليلة الليلة في صفاقس، اختار انه يكون موجود معنا هنا في سهرة كبير 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 لينا الاعتراف منهم لشخصي المتواضع انه على الاقل قدم شيء يسعدكم خلال السنوات اللي بديت فيها حياتي الفنيه، اني اجاز بهذا الشرف والتكريم اني افتتح مهرجان مثل مهرجان صفاقس. ضيوفنا كثار ما شاء الله اليوم، سيد الوزير مرحبا بيك، صح شريفتك، سيد الواري مرحبا بيك، جابك كيف كيف، صراحة ممتاز مش برشا يجيو يحضروا لي الوزير، ما عرفش علاش، شدوا لي بعض الثورة كبيرة.
والمرة الثانية ترى غير وزير الثقافة. وتكامل أحبابي بيك زيارتك عزيزة علينا على سفاتس وعلى المهرجان الكبير. طيب ما نطولوش برشا خاطر ما احناش تاع كلام، احنا تاع عدنان. ضيع وقت لو كنت
عمري وش باب مقفول الشام
الكيف.